بالنسبة للتجربة ديالي في بيراميد فكانت تجربة جيدة الحمد لله. كانت الأجواء عائلية، الناس رحبوا بيا تماك، عطاوني القيمة ديالي اللي كنستحق. كنتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة إن شاء الله نفوز معهم بلقب ولا لقبين إن شاء الله، لأن طموح النادي كبيرة، وكنتمنى إن شاء الله نكون قد طموحات ديال النادي إن شاء الله. بالنسبة للفريق الوداد البيضاوي كنتمنى ان شاء الله التوفيق، و بالنسبة للمشاركة ديالو كتبقى مشاركة اللي غتبقى تاريخية بالنسبة ليه كنادي، و كنتمنى اللعابة يتمتعوا بهاد البطولة، لأن قليل اللعابة اللي كيلعبوا هاد البطولة، كتعمل يعني الشغل كبير باش توصل لكأس العالم للأندية، خصك تفوز بالشامبيونز ليغ. كنتمنى ان شاء الله يتوفقوا في هذه البطوله هذه ويمشيوا لابعد نقطه، ولما لا الفوز باللقب، بما انه كيلعبوا في المغرب فالجمهور غادي يساعدهم ان شاء الله بطبيعه الحال، فكتبقى داك الفيس ديال البطوله، ولكن بالاخص كنتفرج في الوداد بزاف.